السلام عليكم، مرحبا بالناس الكل. فيديو جديد على قناة المعلم للصيانة. المعلم رجع لكم من جديد. اليوم باش نحكيو على الفرجة القدامية نتاع الزيموت الشنوة نتاع الفرزة. كما تشوفوا الفرجة ماني ضايع في الزيت لهنا، قاعدة تنكت في الزيت. اليوم باش نلقاو حل للمشكلة هذي. على هذاك اول حاجة اكل بوطون تاع اللايك، ذريبة اللايك قبل كل شيء. نبدأ ونحلو العجلة، معناها أول حاجة نحلو العجلة وبعديك نحلو القرقبو، نحيو القرقبو القدامي. وما تنساوش كما قلت لكم ذريبة اللايك، البوطون تاع اللايك قبل ما نبدأ الفيديو كالعادة. بعد ما نحينا العجلة والقرقبو ناخدو سيبون ستة، فما بولون تحت تحت القصبة من لوطة، بولون سيبون ستة هذاك نحلوه. اليوم باش نوريكم اسهل طريقة لاصلاح معناها مشكلة تضيع الزيت في الزيموت، على خاطر اغلبية السيكليستية يحلوا لك خدمة كبيرة، ينحيهم القصبات جملة، ينحيهم من فوق من القيدون ويحطهم في المنقلة ويبدأ يتغسور معاهم، معناها خدمة نهار كامل. اللي هو معناها العملية سهلة وبسيطة كما قاعدين تشوفوا، جيست نحلوا البولون لوطاني هذايا في القصبة، ونحيو القصبة اللوطانية خاطر البراويلة تركب في القصبة اللوطانية، والقصبة الفوقانية خليها راكبة معنا في الموتور من غير ما نحيوها، فهمت؟ هذي جوست حاشتنا بالقصبة اللوطانية هذي باش نركبو فيها كعبة البراويل. نخليو القصبة تسكتر في عقلها توا ونحلو الشيرة الأخرى، نحلوها بنفس الطريقة كما تشوفوا، معناها سيبون ستة كالعادة. ردوا بالنا هذي معناها سيبون ماهوش داخل على الأخر، لازمنا معناها لازمنا في قبل كل شيء معناها ناخذ طرف تل وننظفوا بلاستيسيبون نظفوها بالباهي، خاطر اذا كان زلقنا مره سيبون معناها يولي ما عادش يحل لنا البولون ونباتوا لهنا، فهمت؟ على هذاك ما نتسرعوش، قبل ما ندور ونتسرع لازمنا ننظفوها بلاستيسيبون بالباهي، ناخذوا تل ولا حديد جويد كما شفتوا. ومن بعد كي يدخل بالقدا يشد بلاستو بالقدا، هاك الساعة معناها فرصة عليه، لازمو معناها من الضربة الأولى يتحل كيما تشوفوا، باش ما نبقاوش نتعذبو من بعد تولي فيها لحمين وسودير وخدمة زرقا. كيما تشوفوا الزيت هذايا معناها غرم ماهوش زيت، هذايا بسبب براويلة عندها برشا مضروبة، عندها سنين الله ويوحل بها هكاك. وهذايا مش باهيلة معناها تولي يدخل لها الماء، تولي تصادد البيجان في وسط القصبات، الرسول يصادد يموت، يضعف الرسول. فماذا بينا البراويل ضربت نبدلوها بالوقت. باهي بعديك نحيو السوفلي، هذايا سوفلي برانية ماهيش هذايا البراويل، فما اللي يمشي في بالهم اللي ذيك هي البراويل، هذاك جوست كاش براني معناها سوفلي. نحيوها بعديك نلقاو سيركليبس، فما سيركليبس جويد نحيوه، سيركليبس هذاك الرول نتاعو معناه يحوز البراويلة ما يخليهاش تخرج من بلاصتها، هذا سيركليبس نتاعنا. ومن بعديك نحيو البراويلة، نتبعوها بتورنيفيس ولا باكس، تبعوها معناه على جناب لين تخرج، تبعوها بشوية كيما تشوفوا هاكا تنحت نطرت. هذايا هي البراويلة كيما تشوفوا معناها ما عادش فيها، ما عادش تسكر على الزيت، يبدا فيها رسول، الرسول هذاك كي يضعف يموت، تولي ما عادش معناها تولي ما عادش تسكر على الزيت كيما تشوفوا، هذايا الرسول نتاعها. تحصلوا معناها هاكا خذينا لها كعبة جديدة، براويلات جدد. عندنا البراويلات هذوما دوبل فيهم رسول مشيرتين، هاكا معناها الرسول يبدا كابس كي يبدا جديد، ومشيرتين معناها في صورة 100 ضربة شيرة هكا تبقى الشيرة الأخرى معناها تسكر. تويكا باش نوريكم طريقة التركيب. قبل هذايا كانك ماكش مشترك ولاول مرة تفرج فينا، ابوني لشين يوتيوب، فعل الجرس باش يوصلك شعار بفيديوهاتنا جديدة، لايك للفيديو، كومنتير كان عندك سؤال ولا استفسار. نحط البراويلة في بلاصتها بالطريقة هذايا، ردوا بينا ما نضربش عليها بالمطرقة. تنوريكم كيفاش نفكسيوها في البلاصة، كيفاش ندخلوها. ناخذ البراويلة القديمة نحطوها فوق منها ونضرب على البراويلة القديمة، مش كان يعني صارت أي مشكلة
تسير في البراويل القديمة وجديدة تبقى لابس عليها، فهمت كيفيه؟ معناه تابعها بشوية اللي تشد بلاستها. كيفاش نعرفوها شادت بلاستها؟ نحي البراويل القديمة، لازم فما حرف متاع السيركليبس هذاك اللي يظهر الحرف، معناه مش ريت مدير سير، فهمت؟ لظهر الحرف متاع السيركليبس معناه سي هذيك هي بلاستها. نحط السيركليبس متاعي بالطريقة هذية، لازم يدخل في الحرف متاعه ويشد بلاستو بالقديه باش يحوز البراويلة ما يخليهاش تخرج من بلاستها. ومن بعد هيك نرجعو الكاش البراني السفلي هذايا، هذايا معناها جوست تنزل عليه تشد بلاستها، معناها سهلة. الشيرة الأخرى هاكا سيي ركبنالها البراويلة نتاعها جوست باش نركبولها الكاش، معناها قصيت في الفيديو باش ما نطولش عليكم الفيديو خاطر يركبو كيف كيف، معناها كيما الشيرة اللي ركبناها. طيب بقالنا كان باش نركبوها في البلاصة، معناها كيما شفتوا طريقة سهلة وبسيطة من غير ما نحيهم القصبات معناها كاملين، جيست نحلهم اللوطة، نحي القصبة اللوطانية الجعبة اللوطانية وحدها، نركب فيها البراويلة ونعاود نركبها. طريقة معناها سهلة برشا وبسيطة وما تشدش برشا وقت. برشا سكليستية معناها يفركلك ويحلك جيست معناها باش يزيدك في السوم، هذاك علاش تويك نركبولها البولون اللوطاني هذا، زاد نعمل منه الفيدونج معناها كي نحب نعاود لها الزيت اذا كان الزيت نتاعها تمسخ ولا حاجه، نحل البولون هذاك يهبطك الزيت الكل، نعاود لها زيت ما من اول وجديد، فهمت؟ به نكبسوا البولون هذاك بالباهي كما تشوفوا، هاكا سيي شدت بلاصتها. من بعد هيك نركبوا القرقبو والعجله وجو نحلى جو، معناها كيما حلينا نعاودوا نركب. هذيا هي معناها تركيب البراويل كما تشوفوا هاكا سيي كمان به هاكا سيي، معناها كما تشوفوا انسك تضيع الزيت، تبدا من هنا بكلها زيت، فهمتني؟ تضيع الزيت هذاك الكل انساه. تويك عباره رجعت معناها عباره دوري يجيك، عباره خديت قصبتين جدد، فهمت؟ جيست معناها حالينا تك تك العجله، بدلنا البراويلات رجعت جو احلى جو. باهي تويكا اش باش نعملوها؟ تويكا لازمنا نزيدوها زيت، برشا يتسائل يقولك قداش نصبولها زيت، شنو نوعية الزيت وكل شيء. هذا اذا كان وصلت الفيديو هذا 10000 لايك نجاوبكم على الاسئلة هذي، قداش نصبولها زيت لازم الفيديو هذا توصل 10000 لايك، فهمت؟ باهي بالنسبة للبرشا يتسائل وبالنسبة للمرتسير هذا راه ماهوش بالزيت، المرتسير هذا بالروسول عادي كيما سونتروا، كان جاي بالزيت تلقى فيه فالف لهنا، يبدا فيه فالف وتزيدو معناه الهواء بالكمبريسور. هذايا معناه عادي ماهوش بالزيت، جوست الزيت هذاك اللي تصبلو معناه جوست باش يقريس الروسول ويقريس البيغان اللي في وسطو هكاهو، هذاك الرول نتاعو، فهمت؟ وفيديونا اليوم سايين، نتقابلو في فيديو جديد، إلى اللقاء.